اقول لك تصريح قالوا لي كابتن احمد سليمان كان معايا هنا، قلت له مشكله قفل القيد للزمالك مشكله؟ قال لي انا قلت والله ان الحمد لله عشان نحافظ على الفريق ويفضل الفريق زي ما هو كده. هل الزمالك ما كانش في احتياج للانتدابات؟ بص يا كابتن سيف، القصه مش بالكميه، صح، مش بالكم بالكيف، القصه بالكواليتي بتاعت اللعيبه. النادي الاهلي عنده كميه كويسه جدا، لكن النادي الزمالك عنده كواليتي اقل بس اجمد. انا بقول لك برضو فكره العين، يعني والله العظيم انا بتكلم كوره ولا اهلي ولا زمالك، وانا متعصب زمالك ولا الحاجات دي، دلوقتي احنا بنتكلم كوره. لا لا لا، انت متعصب. لا انا متعصب زمالك. انت ما انت بتعيط اهلي كل يوم تطلع يا كابتن مش هتخلص. لا 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 لا، انا بتكلم يعني انا مثلا وجهه نظري، والله العظيم كوره تمام، وليد ازارو افضل 100 مره من الوباجي ومن ولتر بواليا. تمام، انا مشيت وليد ازارو ليه وجبت كل دول ليه؟ تمام. طب ممكن اسالك سؤال؟ اجايه وافتكروا كلامي. تمام، اجايه كان ممكن عنده مقاومات اللاعب الكبير. طب ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. انت وكابتن سمير اتفقتوا ان الشكل الهجومي لنادي الزمالك افضل، صح؟ ممكن تقول لي الاربعه اللي في الزمالك الهجوميه دلوقتي؟ انتوا قلتوا ان الجزء الامامي ده بالذات افضل، فممكن تقول لي مثلا فلان وفلان هقول لك مثلا، بس أفضل. انا اللعيبه تزعل مننا يعني. لا احنا بنتكلم فني، احنا مش بنتكلم. لا انا بكلمك الكواليتي ده كمان الايام دي بعد عوده المعارين. يعني لو بتكلم مثلا على مصطفى فتحي، اوناجم، اشرف بن شرقي، أوباما، رزاق سيسي، اوباما، شيكابالا، يعني اللعيبه دي لعيبه عندها حلول قويه جدا يعني جدا وقدرات تهديفيه عاليه. لو رحت مثلا في واحمد سيد زيزو عشان ما تنساش. ما انا قلت احمد سيد زيزو. قلت زيزو، قلت زيزو. طيب لو انت هنا قلت الشحات، قلت طاهر، قلت كهربا، قلت قفشه، قلت محمد شريف، قلت حسام حسن، يظل الزمالك اتقل؟ يعني هنتكلم بمنتهى الصراحه، انا بكلم خطوط. حسين الشحات لعيب كويس جدا، بس دايما عايز يجيب جون حلو. يعني عايز دايما يجيب جون حلو. ايه اللعب الجمالي، اللعب الجمالي اكتر. مش طاهر لم يقنع من ساعه ما مشي المقاولين حتى الان، ما وصلش للتوب فورم اللي جمهور الاهلي يقتنع بيه. يعني مين تاني؟ انا شايف ان حسام كهربا، حسام حسن هينجح. محمد شريف، كهربا مش لاقي نفسه. كهربا ايام ما كان في الزمالك كان نجم من نجوم مصر. كهربا هو اللي جاب هدف في النجم الساحلي في الكونفدراليه، هو مكسر الدنيا مع الزمالك، مع اتحاد جده قبليها كان عالمي. كان من ضمن لعيبه المنتخب مصر في كاس العالم ال 23 اسم على ما اعتقد. جاب جون في المغرب، فاكر كهربا ما جاب جون في المغرب في 2017، صح. هو اللي صعد بينا، فكهربا كان في حته تانية. كهربا يمكن منظومه الاهلي واللعب الجماعي بيعتمد دايما على ان اللاعب اللي بيلعب على الطرف لازم يدافع ويهاجم. فاهم قصدي؟ مش قادر يعمل. كهربا كان بيهاجم بس في الزمالك. انا اعتقد يا كابتن كمان ان كهربا مشكلته في الاهلي ان هو مش قادر ياخد جرانتي على مكانه. يعني في الزمالك انا نجم، انا بلعب، لو عملت دي كويس هلعب بكره، هلعب بعده، انا خلاص قدمت اوراق اعتمادي للجمهور ان انا، فبتشتغل معايا. انا حاسس في الاهلي ان هو برده عنده سنه تكتيف، ما قدمش لسه القناعات والامكانيات، بينزل على فترات قليله. بس الاهلي بقى عنده محمد شريف جامد جدا. لعيب كويس جدا. قفشه كويس جدا بس عنده عيب شويه. قفشه عجون اقل، يعني هو صانع لعب اكتر منه هداف. اي نعم ما بيجيب جوان، بيبقى جوان مؤثره زي مثلا جونه في قدام نايا كايزر شيفز قدام نادي الزمالك. لكن مثلا اوباما اكتر منه قدره تهديفيه. ليه اوباما ما بينضمش المنتخب من وجهه نظرك؟ اوباما عشان لازم مستواه يبقى ثابت. هو مستوى متغير، مستوى يعني النهارده اوباما اكيد انا اكيد هو مش راضي عن نفسه. اوباما النهارده يعني النهارده في ماتش النهارده هو مش راضي عن نفسه. في ماتش مثلا ما نزل ماتش الاتحاد ما طلع بدماغه جاب جول. في ماتشات اوباما منور وفي ماتشات اوباما بعيد شويه. مقتنع كابتن ولا مختلف؟ مقتنع بكلام خاص خالد. لعيب كوره يعني برضو بيبقى يعني لما بيجي يحلل بتبقى يعني الامور واضحه جدا. فانا متفق معاه جدا ان الرباعي نادي الزمالك في منهم افضل من لعيبه النادي الاهلي. هاكد بس على موضوع كهربا وطاهر. طاهر المقاولين غير طاهر الاهلي.
لان هو لغايه دلوقتي ما اقنعنيش او ما اقنعش موسيماني ان هو يكون حتى اساسي مع الفريق بصفه مستمر، لكن ما قدمش احسن حاجه عنده. كهربا زي ما قال خالد عنده مشكله لما بيكون جاهز بدنيا بيبقى كويس قوي، لما بيكون رجله في الملعب على طول بيبقى بيقدم احسن حاجه عنده. صحيح. لكن كهربا ما بيلعبش بصفه مستمره، مش واخد الثقه من موسيماني ان هو لعيب سوبر ستار. ايوه فدي مشكله لكهربا. كهربا ممكن لو قعد احتياطي ما اتغيرش من ضمن الخمس لعيبه او الاربع لعيبه اللي هينزلوا. فده بقت مشكله عنده. هي دي. لان هي هو دي. هو جاي حاسس بنجوميته طبعا، هو حاسس انه نجم، ففجاه حاسس انه صعب انه يرجع. لا هو يعني هو عايز مدرب غير موسيماني، عايز مدرب يقتنع بيه ويديله الثقه. موسيماني يقدر يرجعه كابتن؟ لا خلاص بقى. موسيماني يعني عنده مشكله مع كهربا. عنده مشكلة.